دو السفاره المغربيه باش تجي تسفرنا لبلادنا. هاد الناس راه عملوا فينا الخير وبغيناكم نتوما تردونا نشوفوا غير والدينا على الاقل. أزيد من 60 مغربيا في عمر الظهور كان حلمهم العبور إلى الفردوس الإيطالي، ووجدوا أنفسهم في مواجهة كابوس الاحتجاز بمركز إيواء اللاجئين بزوار ليبيا. توجهنا إلى عائلاتهم لنعرف ما حدث. أنا مشى ليا ولدي دابا 3 شهور هادي و 10 أيام، نهار 6 في شهر 12 ما تلي تعرفت خبارو ولا سمعت حسو، حتى نهار 12 في شهر 3 عاد تلاح هذاك اللي تيبو ليش تقولوا لي عاد شتو، ودابا ما عندوش باه، ولكن كنطلب من الله باش ربي وهاد الناس يشوفوا فينا ويديروا هادشي اللي كنطلب من الله. ما بقات عندي صحه ليهم، ما قال لي ولدي لا غنمشي لا والو، تخرج ما تلا رجع حتى مشى ليا عاد عيط ليا قال لي امي انا غنحرق، انا امي في الجزائر انا غنحرق صافي. ما قال لي ما عطيته والو، كان خدام كان يبيع الربيع في السويقه، حنا انا السويقه يبيع فيها الربيع يبيع البصله يبيع البطاطا. زيد في 92 92 في شهر 4 نهار 10 10 في ربيع كيصيفط هذوك الميساجات في نهار 5 في شهر 12، من تما صافي قطع الهضره وقطع الحس وقطع كل شيء. كنطلب الله والمسؤولين ولا في قلبهم الرحمه يشوفوا فينا ويجيبوا لنا وليداتنا، هادشي اللي كنطلب الله وجلاله الملك، الله يجعله يشوف بعيني ويحن قلبه لينا، رحنا محنين هاد الوالدين كلشي وليداتنا وليدات الشعب كاع وليداتنا، هادشي اللي كنطلبوا من عند الله سبحانه وتعالى. انايا سعديه موت هيثم تيبوتي، ولادنا مشوا ليبيا وما تقاطعوا لينا الهضره، ما كنسمعوهمش، ما كيعيطوش لينا، ما كيتصلوش بينا. نهار 6 في شهر 12 تقطعت هضرتهم ما كنسمعوهمش، والله يجازيكم بخير، لا بغيناهم وردوهم لينا، وكاع الدواء صيفطوا وليداتهم لا الجزائر لا مصر لا كلشي جابوا وليداتهم، وليداتنا حنا اللي ما جاوش، وحنا كنتمناو من الله اللي كيشوفنا واللي بغى يحن فينا يصيفط لينا وليداتنا. راه توحشناهم وما كيتصلوش بينا وما شناهمش، ما عمر ولدي شتو ولا شتو، وبغيت الوليدات كاملين نرجعوا. مشى نهار 22 في شهر 11 2017، مشى معاه 11 تاع النهار، ما علمني ما قال لي غادي ما قال لي والو، مشى قال لي راه غادي للخدمه، من تما مشى ما تا قال لي راني في المطار. كان خدام، كان هنا خدام، خدمته في شركه في كل شيء، ما علمنيش ما قالش لي غادي ما شتوش هز واش حط، قال غادي فيقين غادي للخدمه. مني مشى تا عيط لي قال لي في المطار، عيط لاختي وقال لها راني في المطار، قلت له رجع قال لك لا صافي مشى، قال لينا في الجزائر، قعدوا في الجزائر شويه تقطعت هضرتهم ما تينا سمعناهم. مني مشاو ثاني قال لنا احنا غاديين من اللي حكوا نعيطوا لكم صافي، من تما نهار 6 شهر 12 ما تينا سقناش لهم حتى اخبار. ما عرفوا عدوا 23 عام زيد في 95 نهار 15 شهر 2 ما عرفناوش ميتين ولا حيين ولا تتلاح لنا هذاك في الفيس عاد شناهم، ولكن ولدي ما كيباش مزيان، قال وليدات بانوا ولدي ما بانش. وكنطلب من الناس الله يجعل صدر ربي يسهل عليهم كاملين ويصيفطوهم لينا، الله ينصر سيدنا والله يزيد فرحتهم. لم تكن تتوقع أم هيثم عندما ودعته آخر مرة أنه لن يعود إلى حضنها في المساء، في حين لم تقوى والدة أصغر محتجز على الحديث لتترك الكلمة للأب. الأب حسين إبراهيم المعتقل حاليا بزوارة. ولدين عم سيدي مشى نهار 22/11/2017. أيوب أخ ديالي سميتو محمد، تقريبا مشى في شهر 11 كيف ما تشوفوا، حنا دابا راه في شهر 3 راه كاينه 5 شهور. كيف ما كتشوفوا أن الأهالي ديال هاد الوليدات اللي معتقلين في ليبيا راهم مكرفسين مساكن وما تيشوفوش النعاس نهائيا بصفة نهائية، وكنتمنوا من السلطات المعنية بالأمر أنها تدخل وتشوف بحال هاد الناس مساكن اللي مكرفسين ووليداتهم غابوا عليهم تقريبا 5 شهور. أسر وشباب يعانون كابوس الاحتجاز بزوارة، فهل ينتهي كابوسهم قريباً؟